عبر الهاتف من عمان معي دكتورة عصمت حوصو رئيسة مركز الجندة للاستشارات الاجتماعية والنسوية. أهلا بك معنا دكتورة عصمت. أول شيء حدا كذب عليك اليوم أو أنت كذبتي على حدا؟ والله من كتر ما بكذبوا علي الناس بطلت أميز الكذب. طيب شو قصة كذبة أبريل نيسان؟ يعني انا سمعت منكم المسار التاريخي لها، ويعني بس للاسف احنا دائما بثقافتنا دائما لما بدنا نيجي نعرب شيء بنعربه بطريقه سلبيه، يعني لانه احنا مربوطه بثقافتنا العربيه يوم المقالب ويوم الكذب، على اعتبار انه احنا يعني 164 يوم يعني صادقين، فمثلا فبصفي هذا اليوم الكذب يعني صحيح. يعني حتى بتعابيرنا قاسيين يعني بالخبر انه ضحايا هذا اليوم بيتسموا باغبياء كذبه ابريل، يعني هي مفروض على موضوع سلس اكثر ودعابه اكثر. هلا مفروض يعني انت بنعتبره دعابه لما يكون يعني مقلب او كذبه لطيفه يعني بتبسط بتضحك، احنا المرات بنعمله مقالب يعني مؤذيه، مقالب باخبار سيئه مثلا، صحيح، فممكن الواحد يتضرر جسديا ونفسيا وعضويا، فعشان هيك يعني كثير مزعج الموضوع بتصفي من بعض الناس، ومع انه متعارف عليه بالعقل الباطن يعني بالعقل الجمعي انه كذبه، وبهذا اليوم انه اغلب الناس بيعملوا مقالب، الا انه للاسف مرات ناس بيوقعوا ضحايا لهذا اليوم بالصدق، يعني يمكن بنسوا من كثر اللي بمر علينا بضغوط حياتنا اليوميه، يعني مع انه بيوقعوا ضحايا. صحيح، مع انه اوقات تكوني محضره حالك من قبل بيوم بس بتنسي. بس بعتقد بعصر السوشيال ميديا، يعني انا من امبارح بشوف كل وسائل التواصل الاجتماعي منشوره وتحذيرات على موضوع انه اليوم كذبه نيسان وانه الكل يحذر، فبعتقد انه هذه وسائل التواصل يعني وعت الناس اكثر، فبعتقد انه يكون كثير في ناس الا الكبار بالسن اللي ما بيتابعوا وسائل التواصل ممكن يكونوا ضحايا للموضوع. في مره صار معك حدا كذب عليك او كذبتي لحدا شيء يعني مهضوم؟ صراحه وانا كثير كنت اكذب. شو كنتي اكثر شيء بتتذكريه بهيك يوم تكذبي؟ شو تقولي؟ فكنت هيك بس شغلات بسيطه، بس بعدين يعني صرت احس قديش الموضوع مؤذي وبحب حدا يعملها فيه، فعشان يعني صرت بالذات موضوع مرض، موضوع لا سمح الله مصر. طبعا موضوع كذا كثير مزعج الموضوع، فاخذت قرار اني انا لا يمكن ارجع اعملها بحدا يعني على مستوى شخصي. وبطلب من الناس ما يعملوها، لانه بصراحه احنا عايشين بعصر الكذب يعني ابتداء من بكل الدول مجتمعنا العربي ما شاء الله، يعني الدول الغربيه والمحليه، يعني فما في داعي نكذب على بعض يعني. صحيح، خلينا ناخذ بريك بهذا اليوم. بالضبط بريك، بالعكس بتعرفي انا شو بقترح يكون اسمه؟ يكون يوم الصدق، مش كذبه نيسان. تكون مختلف صح. مصداقيه نيسان، خلينا نكون مختلفين هاي المره. ايه طيب دكتوره عصمت، الكذب كيف ليش برأيك؟ يعني لما يكون عن جد قديش فينا نتفادى بشغلك؟ يعني حتى باشياء اوقات بسيطة بتتفاجئي دايما من الناس انه ليش واحد بده يكذب بهيك موضوع، يعني بهيك شيء منه مضطر اصلا يكذب فيه، بما انه ركزتي على انه نحن بالعكس بنلجأ للكذب دايما. والله يعني الكذب بصراحة يعني مرات بيكون في كذب المرضي وهذا الخطر واللي هلا منتشر ومتفشي جدا بعصرنا الحالي. الكذب المرضي اللي بيصير نبوءه بروفيسي، يعني اللي بالعاميه بقول كذب الكذب وصدقها، يعني بالذات موضوع الاشاعات وموضوع الطبق الصحفي والاعلامي وعلى وسائل التواصل، فيعني صراحه احنا بعصر هلا الكذب صار يعني مؤذي بشكل كثير كبير. الكذب كذب سواء الابيض والاسود، انا دائما بقول خرافه الكذب الابيض، ولا بمناسبه انه كذب يعني او يوم نحتفل فيه كذبه نيسان، يمكن كان زمان اخف لانه ما كان مجتمعنا ووضعنا بهالسوء اللي احنا فيه، لكن حاليا بعتقد انه احنا يعني بحاجه الى كمان احتفال بيوم للكذب، بعتقد انه قلت لك احنا بحاجه لمصداقيه، لانه لا كذبه بيضة ولا كذبه سوداء ولا دعابه مريحه، كله بيأذي على مستوى نفسي وعلى مستوى جسدي وعلى مستوى انساني، مرات في ناس بتخرب العلاقات بينهم بسبب الكذب. نعم، شكرا جزيلا لك من عمان دكتورة عصمت حوصو رئيسة مركز الجندة للاستشارات الاجتماعية والنسوية، شكرا.